بالمناسبة الكتاب ده وكان جزء أول من ثلاثية، لكن يعني الحمد لله والشكر لله، يعلم الله يمكن يكون في بعض المسودات، وطبعا في هذه الحالة أهليته أو أسرته هم الأدرى بذلك، وإذا كان من الممكن أنه هذه المسودات من الممكن أنه تطبع وتنشر فيما بعد إذا كان فيها من الاكتمال ما يسمح بالنشر. ويمكن باعتباري زي ما لكم تربية صحفيين وكتاب وعشت وسط الناس دول، يعني مش دايما المسودات قابلة للنشر، يجب أن تكون مكتملة الفكرة. بالمناسبة له الكثير من الأصدقاء والرفاق والزملاء اللي حبوه كل المحبة واحترموه كل الاحترام. معانا على التليفون منهم الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار. ازيك يا أستاذ خالد؟ قلبي معاك والبقية في حياتك. يا أستاذ يوسف أهلا بيك، البقاء لله والبقية في حياتك أنت كمان، وبنعزي أسرة تحرير الأخبار. أنت عارف الأخبار بالنسبة لياسر يعني كانت بيته الأول، بعد طبعا كده أسرته الصغيرة هي بيته الثاني، وأسرة أخبار اليوم كلها والصحافة المصرية كمان. يمكن سيرة ياسر رزق اللي أنت قلتها سيرة علامة، وبتقول للناس اللي عايز ينجح ممكن ينجح، اللي عنده الموهبة ممكن ينجح. في حاجة بس انت يمكن نسيتها في السيرة، ان هو عضو مجلس نقابة الصحفيين 12 سنة من 89 ل 2011. والحقيقة في عضويته في مجلس النقابة كان كمان مثال لعضو مجلس النقابة المدافع عن حريات الصحافة، المدافع عن كرامة المهنة، المدافع دايما عن حقوق زمايله واللي بينحاز لهم في كل القضايا. ربنا يرحمه يا رب ويسكنه في فسيح جناته. الف رحمه ونور، الف رحمه ونور، ربنا يرحمه يا رب. هيقام عزاء يا استاذ خالد في حد علمك ولا لا؟ هيقام العزاء بكره ان شاء الله، صلاه الجنازه الظهر في مسجد المشير، العزاء يوم الاحد ان شاء الله في مسجد المشير حسب اختيار اسرته. احنا كنا نود في اخبار اليوم الحقيقه ان احنا نعمل العزاء في المؤسسه، لكن اسرته اختارت مسجد المشير واحنا بنحترم رغبتهم طبعا، وربنا يرحمه يا رب. يعني الحقيقه زي ما انت قلت يمكن الجسد رحل، لكن الانتاج الغزير اللي اخره سنوات الخمسين باقي، وسلسله مقالاته الحقيقه المتميزه جدا، لانه كان صاحب قلم رشيق جدا جدا، كان جورنالجي وكان صحفي بمعنى الكلمة. انتاجه الغزير باقي معانا، واعتقد انه هو رب اجيال الحقيقة، واجيال كتيرة اتعلمت على ايديه، وهيفضل اجيال تتعلم على ايديه وتقرأ كل اللي كتبه لغاية سنوات الخمسين. الله يرحمه يا رب. ويمكن مش عارف هل لو انا اقترحت اقتراح قد يكون قابل ولا لا، هل من الممكن انه المؤسسة الاخبار يتعمل لياسر رزق حفل تأبين بعد طبعا إقامة العزاء طبقا لرغبة الأسرة، وهي الرغبة التي يجب أن تحترم بنسبة 100%، لكن فيما بعد ذلك أظن يحتاج، أو مش هقول يحتاج لكن يستحق ياسر أنه يتعمل له حفل تأبين في مؤسسته بيته الكبير؟ يعني أنا أعتقد أن ده يمكن مش هيتعمل في المؤسسة، هيتعمل في النقابة، لأن يا سلام يا سلام مش ابن أخبار اليوم بس ياسر، أنت قلت ترأس تحرير الإذاعة والتلفزيون وترأس تحرير مصر اليوم، صحيح، وعضو مجلس نقابة 12 سنة ياسر، ابن الصحافة المصرية كلها. فأنا أعتقد أنه في مجلس النقابة احنا بنرحب، وأكيد هيتعمل له حفل تأبين بعد العزاء للأسرة هتقيم إن شاء الله. الله يرحمه. أشكرك جدا يا أستاذ خالد، ونسمعش صوتك في حاجة وحشة أبدا يعني، ونتمنى أن احنا نراك قريبا على الخير.